احنا ممكن يقلب اي دماغ اي حد. اللي عايز ينبهر باي حاجه هيلاقيها. انتوا عارفين ان اسفار موسى الخمسه فيها حاجه بيسموها بايبل كود، يعني شفره رمزيه جوه الاصحاح. فكل مثلا عدد معين من الحروف يهايلايت حرف، وبعد كده يجمعوا الحروف دي كلها من الاصحاح تطلع رساله عن الوقت الحالي. ناس علماء كتير مسيحيين ويهود بيذكروا الموضوع ده ويسموه اسمه ايه؟ البايبل كود. إلهنا عظيم جدا 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 جدا. هللويا هللويا، مبارك اسمه. مين يقف النهارده ويقول له انت عظيم؟ مين يقف النهارده ويقدم ذبيحه لجسده؟ هاتوا تقدمة وادخلوا دياره. تقدمة اللي في ايدك النهاردة ايه؟ انا هاجي بصحتي، انا هاجي بفرحتي، انا هاجي بتعبي، انا هاجي بألمي، وهحط الغالي والسمين عند رجلي. هاتوا تقدمة. الكتاب بيعلمنا هاتوا تقدمة وادخلوا. هو عايز منك ايه؟ يا ابني اعطني بس، مش عايز حاجة تانية. حتى الجماعة اللي خدوا الكلمة من موسى، خدوا عادات الآباء، خدوا عهد الختان، يوم الرب يقول لهم ايه؟ اختنوا قلوبكم لا غرلة أجسادكم. وبعد كده في تثنية 30 يقول له ايه؟ فيختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك من بعدك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. تعالوا نقف ونبقى اعلان، يا رب انا جاي برفع قلبي لجلالك عشان يختن من قبل جلالك، يتحط عليه ختم الدم. مبارك اسم جلالك سيد الارض كلها. منتظرين مجيئك، منتظرين حضورك، منتظرين تيجي وتاخد التاج وتيجي وتمسك مملكه داود، لأن غيرة رب الجنود تصنع هذا. منتظرين قدومك على سحب المجد، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. هللويا. منتظرين تحقيق هذه النبوة، منتظرين مجيئك على سحب المجد. يا رب بنعلن أن كل شيء يهون 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 علشان خاطر حضورك في وسطينا، علشان خاطر ملكك وسطينا، علشان خاطر سيادتك علينا. هللويا. أملك على أفكارنا، أملك على قلوبنا بالروح القدس. تعالوا نصلي يسوع ونتوجك. قول يا رب أنا بتوجك على ولادي، يا رب أنا بتوجك على بناتي، يا رب أنا بتوجك على بيتي، يا رب بتوجك على زوجتي، يا رب بتوجك على زوجي. هللويا. مبارك اسم الرب يسوع. ولتبني عرشك بعيدا.
بك من دعا عليهم اسمك. نسكب قلوبنا نتضع أمامك نطلب حضور عايزينك طالبينك شايفين اقترب من عرشك نسكب قلوبنا نتضع احيا لمجدك
نرفعك ونسبحك فيك آماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك
العدد اللي جاي، بس صلي كده بروح النبوة. نحن نرفعك يا رب، أنا برفعك في بيتي، بسبحك في حياتي، أنا بعلن ملكك على بيتي. وده مش كلام بنقوله، لكن ده تلفزيون بيتطفي، ده انترنت بتتطفي، ده موبايلات بتتقدس. إن أنا أقول له برفعك، ده ليها معنى حقيقي في حياتي، معناه أن حساب البنك بيدل على أن عشوري طلعت للرب، بغض النظر أنت شايف إيه، لكن أنا برفعه بحياتي العملية مش بالكلام. إلهنا ما بيحبش الكلام، لكن يحب أفعال. يا أخوتي لا تكونوا سامعين فقط، لكن سامعين عاملين بالكلمة. يلا نصلي كده بروح النبوة. نحن نرفعك ونسبحك، فيك مجدنا على حياتنا على أبوابنا، دماؤك دماؤك. نحن نرفعك ونسبحك، فيك مجدنا على حياتنا على أبوابنا، دماؤك دماؤك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، وتخلص بنا. الكلمات اللي قالها موسى للشعب، قال أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل 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 صنيعه، إله أمانة لا جور فيه ولا ظل. إله أمانة، أنت أمين معاه، هو أمين أكتر منك. هاتوا العشور وإيه؟ وجربوني ليكون في بيت طعام، إن كنت لأفتح قوى السماوات. ويعمل إيه؟ وينتهر الآكل من، لو في في حياتك آكل، لو في في الصحة فيها آكل، حاجة دخلة وعمالة تاكل فيك ومحدش عارف لها سبب، تعال وأعلن أمانة أمام الرب، وهو أمين وعادل. أمين. خلوا حياتنا الأيام دي يا جماعة، الأيام دي أيام إلي، الأيام الأخيرة أيام مين؟ أيام إلي. آخر حاجة في ملاخي قبل العهد الجديد، آخر حاجة في ملاخي بيتكلم على إيه؟ يوم الرب. وقبل ما يجي يوم الرب هيبعت مين؟ هيبعت إلي النبي اللي هيعمل إيه؟ هيرد تاني قلوب الأبناء للأباء والأباء للأبناء، وينادي بتوبة. ليه؟ لألا يضرب الرب الأرض باللعن. إحنا لازم إحنا ككنيسة تبقى كنيسة طهرة عفية عذراء كاملة جميلة بلا عيب وبلا غضب. أمين أمين. إله أمانة لا جور فيك، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. يلا اللي عارف يقول معايا، إله أمانة لا جور فيه، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد.
يعرف الترنيمة دي؟ طب ما تيجوا نتعلمها، ايه رأيكم؟ سهلة؟ إله أمانة لا جرى فيك، صادق وعادل، أنت الصخر، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. كلها مزمور 18. إله أمانة لا جرى فيك، صادق وعادل، أنت الصخر الكامل صانعه، أنت الرب الممجد. قرار بيقول له نفرح بك، نفرح بك يا إلهنا، نفتخر بك، أنت عزنا، نفرح بك يا إلهنا، نفتخر بك، أنت عزنا، في أسراجي تنير ظلمتي، فلا تقلق القلب أدهى. حاجة في 10 ثواني، اللي قال له فتضيء سراجي تنير ظلمتي، قال له داود، قال له يا رب أنت نور لي وأنت تضيء ظلمتي. عارفين ليه؟ الليلة اللي قبليها الجنود بتوعه كان هو كبر، وجي واحد من الفلسطينيين من عمليق ومسك الرمح بتاعه وعايز يموت داود، فالرجالة بتوعه جري بسرعة، واحد من أبطال داود اللي هو زي حضراتكم كده، أنتوا أبطال داود الحقيقي، راح جري بسرعة وراح هزم الرجل الفلسطيني وموته. وراحوا رجال داود قالوا له إيه؟ حي هو الرب، لا تخرج معنا للحرب لألا تطفئ سراج إسرائيل. راح هو كتب النشيد، قال له أنت سراجي يا رب وأنت تضيء ظلمتي. قالوا له أنت النور؟ قال لهم لا. شاور عليه، قل له أنت النور الحقيقي، وأنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا هاتف لي علشان أنت بتحميني، أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني، أنا هاتف لي علشان انت بتحميني. مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني، او مستني كلام هيطمني ويسعدني، او مسنود على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني. مش مستني يا ربي موقف
اسم الرب. أنا جاي على قلب رسالة ودي العلامة، قلت هسأل لو في وقت يبقى الرب عايز يقولها. في إنجيل متى 14 وعدد 53، الرب كان مع التلاميذ على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية، وأشبع 5000 بخبز وسمك، خبز وسمك. وبعد كده هنعدي الحتة دي، ألزمهم الدخول إلى العبر، رايحين ناحية قرية جنيسارت أو جنيسارت في الناحية الغربية من بحيرة طبرية. وهم بالليل إيه اللي حصل؟ البحر هاجوا، حضراتكم عارفين الكلام ده. لما جه الرب يسوع ودخل جوه السفينة يقول كده زي مزمور 107، فصارت السفينة إلى حيث كانوا ذاهبين. يعني النبوة من مزمور 107 صح؟ لما دخل السفينة يقول فصارت السفينة، يعني هم ما عملوش حاجة، السفينة مشيت. النهاردة أمين الرب يكون جوه سفينة حياتك، جوه قلب ولادك، هيبقى موجود بإيه؟ بكلمته، بالكتاب، مش بالوعظ والترنيم. الله اللي يعلم، أنا راجل بتاع ترنيم، لكنه مش موجود بالوعظ والترنيم، موجود بإيه؟ بكلمته. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما راحوا القرية ديت، أهل القرية ديت يقول عنهم إيه؟ فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا شفاء. ملاخي 4:2 يقول ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، مش يعني جناحات، أجنحتها اللي هي الأهداب اللي الرب في سفر العدد قال لهم يلبسوا
أهداب على الأربع زوايا هدومهم اللي بترمز للشريعة ولكلمة الرب. فالرب يسوع كان لابس أهداب، فهم عارفين إن النبوة بتقول عن المسيا إن اللي هيلمس الشراشيب. شفتوا ناس يهود ماشيين في الشارع تلاقي نازل منهم إيه؟ أهداب كده أربعة على الأربع أركان. الرب يسوع لمسوا إيه هم؟ يقول إيه؟ فجميع الذين لمسوا نالوا الشفاء. يا ريت نبحنا عارفين الوعد، يا ريت عارفين النبوة. الناس ديت كانت عارفة، فعرفه رجال ذلك المكان، عرفوا ان هو دوت اللي بتتكلم عليه النبوة اللي بتقول ان اللي هيلمس اهدابه هيشفى. فعملوا ايه؟ فجميع الذين لمسوا كلمة الله هي اللي هتعرفك امتى شفائك. النهاردة والزمن دوت فيه شفاء النفس. تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة. أمين. لمسة لكل نفسية مجروحة. لو أنت غلطت في مراتك وهي مجروحة، النهاردة الرب يسوع يجي وياخد من جلداته ويلمسها. لو مراتك أهانت كرامتك وانت مجروح ومش قادر تلم البيت تاني، يجي النهاردة الرب باسم يسوع ياخد من جلداته ويشفيك. يشفي الولاد مننا اللي جرحوا. احنا ساعات بغباوة بنجرح حيالنا. النهاردة الرب يسوع يدي كده لمسة من هدب، من هدب ثوبه. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلبسني بيدك ما انت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، أو هلمة ثوبة ما انت الحنان. باسم يسوع لمسة شفاء، لمسة حياة، تلبسني بيدا من دلبيا. أنا عندي ما تشفيني الله، لو هلمس توبة من دلحنا. Thank you.
مش شهوة ومن الخطية اشفيني محتاج لك يا فدية اشفيني 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 يا يسوع اشفينا يا مبارك اسم الرب مبارك اسم الرب. حلو الرب مش كده؟ قريب من الذين يدعون لزادهم بالحق لكل المجد. تعالوا بعد الدخول للأقداس وإحنا بنسبح، إحنا بنتطور على فكرة من الراية ده اختفى وبعدين اللي هو المنبر يعني وبعدين فإحنا بنمشي في تطور. برحب الأول بيكم في اسم الرب يسوع. أنا عارف إنه في ناس النهاردة مشغولة، وأنا مش عايز أقول أسباب المشغولية لأنها هتزعل البعض فمش هتكلم فيها، لكن هقول إنه اللي بيبكر إليه بيجده، اللي بيجيله بفرح واللي جيله مشتاق هو منتظره، هو منتظر. فمرات كتير قوي بيبقى عندنا أمور مش عارف، مش عايز أقول تفوق وجوده وحضوره، لكن عايز أقول إن إحنا بطبيعة الإنسانية مرات كتير قوي 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 يبقى عندنا أولويات مغلوطة في حياتنا. الرب يساعدنا. عايز أصلي من أجل أخونا وجدي ومنال، هيكون عندنا خدمة تعزية الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يوم الأحد، كان مفروض يكون معانا النهاردة بس أخو وجدي رقد في مصر، الرب يعز العيلة. وبنصلي من أجل كمان أسرة الأسيس ميشيل بطرسة مرنا والعيلة، ربنا يعزيهم، ربنا يعز الكنيسة في جلنديل في كاليفورنيا. صلي من أجل كتير من مرضى وسطينا وكتير من مرضى طلبوا أن احنا نحطهم في الصلاة. هنصلي من أجلهم، هنصلي أن الرب يكمل معانا اللي همس بيه في قلوبنا وإحنا بنسبح، يكمل معانا. أمين. قول يا رب كلمني زي ما قال جون من شوية، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. قول له أنا بستقبلها يا رب، بستقبل كلمتك. تعال نقف مع بعض وهنصلي صلاة سريعة. يا رب نباركك ونشكرك، احنا قلنا لك اشفينا يا رب، وأنا بقولها لك بصورة شخصية، كل واحد فينا بيقولها بصورة شخصية يا رب، والناس اللي بيسمعونا والموجودين عبر الأرض يا رب مصدقينك. اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب. اشكرك لأنك عن كل واحد منا لست ببعيد يا رب. اشكرك لانه مرات كنا خجلانين نروح نخبط على بابك فشجعتنا، شجعتنا، قلت اطلبوا تجدوا، اسالوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. اشكرك لاجل عرشك المفتوح قدامنا يا رب. النهارده بايمان نتقدم بثقه الى عرش النعمه لكي ننال رحمه، نجد نعمة عونا في حينه. احنا محتاجين العون ده يا رب، محتاجينه لأجساد تعبانة مرضى، محتاجينه لنفوس مكسورة حزينة، محتاجينه لبيوت مضطربة منزعجة،
محتاجينه لينا يا رب. فتعالى، تعالى بكلمة، تعالى بإعلان، تعالى بتشجيع لكل واحد كل واحدة فينا يا رب. تاني بنمجدك يا رب، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي وولي. أمين. لو مش تعبانين، لو مش تعبانين بس هقرأ كام عدد هقول لكم. احنا اللي قرأ التايتل بتاع، أنا همشي شوية في الزيارات الإلهية، فأنا هقرأ معاكم جزء حلو قوي قوي سمعتوه قبل كده، حفظتوه، سمعته في عظات، وأكيد يمكن البعض قرأ قريب. تكوين 18، تكوين أصحاح 18. هنقرأ مع بعض الأعداد الحلوة دي، هنقرأ 18 عدد في الأصحاح. تكوين أصحاح 18. تحب كلنا نقرأ مع بعض؟ موجود معنا لو نظرك كويس، الخط عريض يعني. يلا. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فأخذ كسرة خبز، شفت الكسرة؟ خذ كسرة خبز اللي بتقول عليها، تسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا نفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا، أعجني واصنعي خبز أملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامه، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. قالوا له: أين سارة امرأتك؟ قال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلا: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة أفي بالحقيقة؟ هل ده حقيقي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكتي. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك فيه جميع أمم الأرض. آمين. تفضل. الحقيقة الأسبوع الماضي كان في تحديات بتواجهني خلال أسبوع، فأنا اتكلمت عن زيارة من الزيارات الجميلة اللي الرب يسوع لكل المجد قام بيها، زيارة إلى بيت الحزن، راح بيت الحزن. وأنا بقول بيت الحزن لأنه بيت عنيا، وبيت عنيا هو بيت العناء، بيت الوجع، بيت الألم، بيت الحزن. زيارة رائعة قام بيها رب المجد، ودخل في داخل بيت الحزن بحضور إلهي عظيم وجميل. أنا مش هكرر اللي أنا قلته النهاردة، أنا هاخد فكرة مختلفة، فكرة جميلة قوي 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 روحيا ليك. هوعظ خدمة مش تقليدية شوية ومش منمقة بقافيات وحاجات زي كده، لكن
هتكلم عن ازاي كمؤمن اتوقع زيارته، ازاي اتوقع الرب يجي يزورني. واحد يقول لي هو الرب يعني موجود دلوقتي هيجي زياره؟ طبعا بيجي زياره، بيجي بزياره بكلمته، وانا قاعد اقرا الكلمه، كلمه الله بتزورني، بيزورني الله من خلال اعلانات، من خلال مواعيد، من خلال همسات خاصه شخصيه ليا، من خلال ريمه معينه. صبح وانا بوعظ مع الاحبه في الكنيسه الانجليزيه اتكلمت عن انه وانا قاعد اقرا كلمه ربنا لازم يكون عندي توقع ان ربنا هيكلمني. ممكن ربنا يكلمني بصوره عامه من خلال الواقع الكتابي، او ممكن الرب يكلمني بصوره شخصيه يقول لي انا حك معايا، انا عارف ظروفي، انا عارف واقعي، انا عارف وجعي، انا عارف ألامي، أنا عارف الحتة اللي أنا مزنوق فيها، وعارف المشغولية اللي شغلة قلبي، وعارف أن أنا مش عارف أنام، وأنا مش عارف أتحرك، ولا عارف أخد قرار، فكلمني في الحتة دي، كلمني. فربنا ممكن يزورني كده، يزورني بروحه، لأن الروح القدس ساكن فينا. فالروح القدس مش بيجي دلوقتي بزيارات، لأ، ده الروح القدس فين؟ ساكن فينا. بس كل ما بديله مجال، كل ما يستعلن فيا، كل ما بيكبر توقعي الإيماني بوجوده وبحضوره. أقول لكم الفكرة الروحية اللي الروح القدس حطها في قلبي النهاردة، فكرة جميلة قوي 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 لي أنا شخصيا، إنه إعلانات جميلة قوي قوي الرب بيعلنها لما بيجي، لما بيجي للزيارة. أحكي لكم القصة ببساطة، إنه في ثلاثة كانوا جايين بيمروا، محدش يعني يلومني، أنا إيماني الشخصي إنه إبراهيم في البداية ما كانش يعرف دول مين، مش متوقع، مش عارف دول مين، بس إبراهيم كان شرقي، كان مضياف، كان كريم، وهتكلم عن دي من شوية، بعد شوية. فإبراهيم شاف ثلاثة جايين، والثلاثة اللي جايين هو استقبلهم وقرب عليهم وقال لهم تفضلوا تعالوا، يعني عودوا، يعني أكيد مشواركم طويل. خليني أقول لكم، أقارن الأحداث بالأحداث. رب يسوع وهو ماشي بعد القيامة مع تلمزي عمواس، يقول الكتاب إن عينيهم ما عرفوش ده مين، لكن بعد شوية اكتشفوا مين. فإبراهيم اكتشف هو ده مين، وهمشي بالتدريج مع الحدث الحلو ده. بس ليه الرب جه؟ ليه الرب راح في الوقت ده؟ أنا أقول خمس حقائق سريعة قوي 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 علشان يكون عندنا وقت نرنم ونصلي. أول حاجة، الروح القدس شاور بيها لقلبي والعناية، ليه الرب جه؟ لأن الرب عايز يعلن أسرار خاصة لسارة، أسرار خاصة لسارة. لو إحنا نروح تكوين 17، الرب اتكلم مع إبراهيم، الرب قال لإبراهيم كلام حلو قوي 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 وجميل قوي قوي قوي، وهطلع لقدام شوي كده. الرب قال لإبراهيم، إبراهيم أنا عايز أقول لك خبر حلو، أنا عارف إن أنت متوقع وأنت منتظر إني يكون عندك ابن من صلبك، ابن من سارة. فأنا بقول لك أخبار طيبة يا إبراهيم، تدعم عدد 15 على ما أعتقد أو أبعد كده. فالرب قال له ما تخافش، أنا هدي لك ابن من سارة مش من هاجر. فإبراهيم استقبل الكلام 100%. إبراهيم راح قال لمين؟ أقول له معايا بقى، رده معايا، راح لمين؟ راح لسارة. فإبراهيم سمعت الخبر من مين؟ سارة سمعت الخبر من مين؟ من إبراهيم. فسارة سمعت من إبراهيم، فإبراهيم راح قال لها يا سارة إحنا يكون عندنا بيبي، فافرح يا سارة. فصارت نعم حبيبي يعني إيه يكون عندنا بيبي؟ يعني أنت بتهرج يعني؟ قال لها أصل الرب قال لي. لما الرب جه الزيارة دي، رب عايز يأكد لسارة شخصياً. أقول لكم الروح القدس قال لي إيه؟ الروح القدس قال لي إن مرات كتير قوي إيماننا يبنى على ما نسمع في وعظة، في قاعدة مع حد وإحنا في درس كتاب، وإحنا قاعدين كده واحد قال فكرة فالفكرة دي اتشجعت بيها، وده حلو قوي، ده مهم قوي قوي قوي. لكن جمال ربنا، جمال ربنا مش بيكتفي في إعلاناته على ما نسمع، لكن في إعلاناته على ما يتكلم به، هو اللي بيقوله. في مؤمنين عايشين على الدرجة دي، إن أنا أجي يوم الأحد الكنيسة أسمع وعظة and that's it، ده هيك خلاص،
أسمع وعظة وأسمع حاجة وعظة حلوة واتبسط بيها واتشجع بيها، والوعظة دي اتكلم الرب فيها ليا حلوة قوي قوي قوي، وباقي الأسبوع أنا ما عنديش أي إعلانات شخصية تيجي منه. أنا مش بقعد معاه، أنا مش بتكلم أنا وهو، أنا مش باخد كلمته تعلن ليا كريمة بإعلانات خاصة يكلمني. ربنا حب يعمل انقلاب في حياة سارة وتغيير في حياة سارة، زي ما الرب يحب تماما تماما يعمل انقلابات في حياتنا، ان احنا لا نكتفي بالسندوتشات بتاعة الكنيسة، لا نكتفي بالدرايف ثرو. تعرفوا الدرايف ثرو؟ لا نكتفي بالهمبرجر والتشيكن ساندويتش. مرات كتير بنكتفي بكده، وده رياضة كفاية علينا. الرب الجميل، الرب الحلو، هو بيتكلم مع إبراهيم، حب يوجه كلام شخصي لسارة، حب يقدم إعلان شخصي لسارة، حب يقول لسارة: يا سارة، القضية مش إن أنت سمعتي من إبراهيم بس، ده أنا جاي مخصوص علشانك، علشان أقول لك بالإعلان ده هيكون لك ابن، هديك ابن. الروح القدس قال لي الكلام ده، قال لي قدم للأجيال اللي احنا عايشين فيها. خلينا أقول لكم حقيقة، ما يعني أنا مرات بخوض في حتت كده ومعليش استحملوني. زمان مش زمان قوي، يعني زمان من 30-40 سنة، كنا بنحب الإعلانات بتاعت كلمة ربنا، كنا بنحب نقرأ الكتاب، كنا بنحب نقعد مع كلمة ربنا. واحد يقول لي: كان عندك وقت يا أسيس؟ صدقوني ما كان عندنا وقت، كنا نحب نلعب في الشارع، يعني كنا نلعب في الشارع، كنا نخاف نلعب بالجزمة فبنخلع الجزمة ونلعب حافين عشان الجزمة ما تقطعش، فكنا بنعمل. بس كان عندنا وقت، كانت الكنيسة بتقدم، وكان عندنا اشتياق ان احنا نقرأ كلمة ربنا ونستقبل كلمة ربنا ونسمع كلام شخصي من ربنا لينا، مش بس الكلام اللي أنا بسمعه من الآخرين. فالرب في الزيارة الجميلة دي، في المباغتة الجميلة دي، التوقع اللي ما كانش إطلاقا 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 لا في عقل سارة ولا في قلب سارة ولا حتى إبراهيم. فالرب جيب إعلان، جيب سر كده جميل قوي، وقال لسارة: يا سارة، هيكون لك ابن. استقبلته إزاي؟ ما استقبلتوش ازاي؟ هنتكلم عليها بعد شوية، وليه ربنا عمل كده. فأول حاجة شفتها في الإعلان الجميل ده، الإعلان الحلو في الزيارة الجميلة، إنه الله حب يقول لسارة كلام شخصي. قال لها: يا سارة، مش عايزك تعتمدي على ما سمعتي، رغم إنه مهم نسمع كلمة الله من الخدام حلو قوي، ونسمع العظات ونكررها حلو قوي، لكن أنا علاقتي بربنا إيه؟ فين كلمة ربنا الشخصية في حياتي؟ فين قعدتي مع الكلمة؟ فين شبعي بالكلمة؟ فين إن أنا وأنا بسمع باكل وبشبع وبصدق وبيعلن جوايا إعلانات محدش يقولها غير روح الله اللي بيقدم لي الكلمة دي؟ الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، إنه في الزيارة الجميلة دي ربنا حب يقول لإبراهيم إنه لما أتراءى ليك، لما أجي أشوفك، أنا بديك فرصة إزاي تستقبل ربنا، إزاي تستقبلني، إزاي تعبر بالعطاء الجميل اللي أنا هستقبله منك. قعدت أقرأ الحتة الجميلة دي الحلوة دي، وشفت إبراهيم إزاي عطاؤه كان شيء غريب. يعني واحد اللقمة الصغيرة اللي إبراهيم بيعدها لقيتها حاجة تكفي مثلا مؤتمر، تكفي مثلا 40-50 واحد، مش دي القضية. لكن القضية إنه الزيارة، لما ربنا بيجي بزيارة ليا بيعلمني درس مهم قوي قوي، إزاي يكون في قلبي روح العطاء، إزاي يدي، إزاي أكون مؤمن عارف يعطي، إزاي أنا بقدر قيمة وجوده في حياتي، وأنا بعبر عن ده بإن أنا بقدمه. لما تكلم جون من شوية إن أنا
وانا بدي انا بدي ربنا، انا بدي قلبي لربنا، انا بدي اغلى ما فيا لربنا، انا بدي كل حاجه لربنا. والكتاب مليان بمعاني جميله العطاء. ابراهيم في الزياره الحلوه دي ابتدى الرب يقول لابراهيم، يا ابراهيم وجودي في المشهد يستحق انك تعطي. اقول تاني، وجود ربنا في حياتنا يستحق ان احنا ندي، ان انا اعطي. مرات كتير قوي قوي نبقى مؤمنين نستقبل، مؤمنين ناخد، مؤمنين مستهلكين مش منتجين، مؤمنين راضين ان احنا نبقى في الكنيسة، نبقى في حياتنا مع ربنا، ان احنا راضين ببركات والدين. يا رب يا رب اقوم الصبح اقول له انا عايز، يا رب انا محتاج، يا رب انا حلو قوي. وهو اله عظيم بيملأ كل احتياج، بيملأ. لكن ربنا يصر قوي، بيفرح قوي قوي بمؤمن يعرف مفهوم العطاء. لانه لما ربنا بيجي واحد يقول لي طب هو جه امتى، هو دلوقتي ربنا طبعا جه، ربنا جه وساكن فينا، ربنا موجود في وسط شعبه، ربنا هو عمانوئيل الله معنا، ربنا الجميل ده هو فينا رجاء المجد، ربنا موجود وسط الشعب وسط الجماعة يسبح، ربنا موجود، ربنا بيقول لو اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا ببقى في الوسط، فهو موجود. وهو موجود أنا قلبي فيض بالعطاء، أنا قلبي بيفيض بالعطاء. أنا شفت إن إبراهيم، خليني أرجع تاني وأقول، هل إبراهيم كان عارف إن هو ده الرب اللي جه في البداية؟ ما أعتقدش. أنا ده بالنسبة لي، بالنسبة ليك أنا، لكن أنا بالنسبة لي إن لما شاف ثلاثة جايين في حر النهار شافهم، راح قرب منهم وقال لهم تعالوا بليس، يعني اغسلوا رجليكم، اقعدوا شوية، كلوا لقمة برضو، يعني ما ينفعش يعني. لكن إبراهيم طريقة العطاء، طريقة إن هو بيدي. واحد يقول لي طب هو لما أنا بدي من غير ما بعرف هل ده مهم؟ طبعا أنا بدي وأنا مش عارف مين اللي قدامي. هقول ثلاث حقائق مهمين قوي، واحدة منهم في عبرانيين 13:2 حلوة قوي قوي، لو حد بس على الباوربوينت 13:2 في الجزء ده بيتكلم الروح القدس بكلام حلو قوي. خليني أقرأ معاكم الكلمات دي عشان مهمة قوي 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 قوي، وأنا بشجعكم، أنا عارف إن احنا عطائين مجد للرب. يعني احنا في عبرانيين 13:2 بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء. ليه بقى؟ لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. هل دي لها علاقة بإبراهيم؟ أعتقد إن إبراهيم وهو شايف ثلاثة غرباء جايين، هو كان قلبه عطاء، كان بيحب يدي، كان قلبه مليان بروح العطاء كمؤمن، كشخص بيحب ربنا. فهو بيدي، بيقول الرسول، إذا كان الكاتب الرسول بولس أو حد تاني بس روح القدس قال الكلام ده، قال اوعى تنسى وانت بتدي تستضيف غرباء، قد يكون في وسط الغرباء دول تستضيف مين؟ ملائكة. تخيلوا يعني واحد يقول لي طب هل أنا بجد ممكن أستضيف واحد في البيت يكون ملاك؟ أكيد أكيد، صدقوني. أنا ما أعرفش، سمعت القصة اللي قالها الدكتور مفيد إبراهيم سعيد، مش عارف حد قراها حد سمعها، اتقابل مع حد وكلمه، وشخص كان لبسه مش قد كده يعني، وأعلن احتياجه فخدوه وراح البيت. وأنا صدق الأسيس مفيد، دكتور مفيد، وراح البيت فمراته بتقوله يعني ده مين يعني؟ قال واحد يعني قابلته عنده احتياج، وقالت له يعني انت متأكد انه هو اوكي؟ معرفش، انا الرب ملأ قلبي ان انا اقوم بواجب معاه، فانا جبته، خده معاه في البيت، قدموا له اكل، اكل، وبعد ما اكل واتبسط دخلوا يعملوا حاجة، طلعوا ما لقيهوش، is not there، اختفى، لا باب اتفتح ولا باب اتقفل. واحد يقول لي هل ده ما اعرفش، انا ما اعرفش، لكن انا بصدق من جوه قلبي ان احنا واحنا بنعطي وبنتعامل مع اخواتنا ونتعامل مع الناس اللي حوالينا لازم يكون فينا روح العطاء. ابراهيم في الزياره دي عبر تعبير عالي قوي وجميل قوي وروحي قوي وشخصي قوي وقلبي قوي ومشاعري قوي، إن هو يقدم
إن هو يعطي. خلينا أقول حقيقة مهمة قوي في روح العطاء. وأنا بدي أنا مش بقيم الناس وأنا بدي. أنا بتكلم كلام عملي على فكرة. أنا لا بعظ وعظة منمقة ولا مرتبة ولا بقافية صدقوني. بتكلم كلام. أنا أحب الإنجيل المعاش. وأنا بتعامل في روح العطاء أنا مش بقيم الناس في روح العطاء. أنا مش ببص على فلان يقول لك ده فلان ده يستحق لكن ده ما يستحقش. طالما روح ربنا جوايا كلمني، طالما أنا بصلي، طالما الرب قال لي اعمل، طالما الرب شور لي وقال لي يا ابني خليك مؤمن سباق في العطاء وتبتدي تعمل، لسيما لنا فرصة فنعمل الخير مع الجميع ولا سيما أهل الإيمان. فوانا بصلي الروح القدس يحط في قلبي أعمل حاجة، ابتدي نقيم الناس حسب قيمتهم. قيم يقول لك فلان ده يستحق كده. هل دي مشكلة كنسية؟ مشكلة كنسية صدقوني صدقوني. مرات كتير قوي قوي نقيم خادم عن خادم مثلا، نقيم مرنم عن مرنم، نقيم شخص عن آخر. الجميل والرائع في الحدث ده يعني إبراهيم هو بيستقبل الناس دول، هم مين؟ إيه الصفات بتاعتهم؟ إيه الإعلان اللي جايين بيه؟ إيه الأدفرتايزمنت اللي اتقالت قبليهم؟ هم مين دول؟ ولا حاجة. ده مجرد 3 غربة. لكن إبراهيم اتملى قلبه أنه يعمل بغض النظر دول مين. فمرات كتير قوي أنا هقول لكم شاهد كتابي قاله الرب يسوع بنفسه. مرات كتير قوي 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 أنا كمؤمن أبتدي أقيم في أن أنا بدي الكنيسة لأجل كذا، أنا بدي علشان يقولوا عني كذا، أنا بدي علشان أن يسقفوا لي بالحتة الفلانية، أنا بدي عشان أكبر من كذا وكذا. الروح القدس بيقول كلام مهم جدا جدا لينا. إبراهيم هو بيتعامل مع الناس دولة، الناس دولة بالنسبة لأي حد تاني، هل مروا على حد قبليها كان في خيمة قبل خيمة إبراهيم؟ هل ناس شافوهم قبل كده وقال لك دول الناس ما يستهلوش، يعني دول مين يعني نعمل معاهم واجب؟ لكن إبراهيم الجميل في إبراهيم أنه استضاف الناس دولة. الجانب الأولاني قد تستضيف ملائكة، الجانب الثاني هو ما قالش دولة مين، دول أقيمهم على أي أساس؟ لما واحد يخبط على قلبي وعلى بابي ويجي يقول لي إن عندي احتياج، حد اتصل بيا لسه من كم يوم بجد وقال لي في كنيسة لازم تتبني والكنيسة لها فترة ما كملتش، وأنا أحب أساعد كل كنائس مصر، هم بيبنوا كنائس أحسن مننا، بيعملوا كنائس أفخم من كنيسة، حاجة جميلة يعني. بس أنا كان عندي رد إن أنا ربنا بيوجه قلب الناس فعلاً مش لاقية تاكل، ناس تعبانة، ناس محتاجة. اسمعوا اللي قاله الرب يسوع لكل المجد في الحدث ده، الحتة دي في روح العطاء. هقرا بس عدد من الأعداد الجميلة في متى 25. متى قاله الرب يسوع لكل المجد، قال وإنت بتتعامل في روح العطاء ما تقيمش واحد عن واحد، ما تقيمش إنسان على إنسان، ما تقيمش ده من عيلة فلان وده مش من عيلة فلان، ما تقيمش. يعقوب هاجم الحتة دي وقال مرات كتير أو بنميز بناء على ما نلبس، نميز بناء على صوابعنا فيها إيه، بيبين على إن إحنا من عيلة مين. فالرب قال إيه؟ الرب قال في متى 25:40 فيجيب الملك ويقول لهم، اسمعوا الكلام ده مهم قوي، الحق الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء، قولوا معي هؤلاء فبي فعلتم. واخد بالك فكرة العطاء؟ فكرة العطاء إن أنا وأنا بدي الروح القدس قال لي إدي، وأنا بعمل الروح القدس قال لي أعمل، وأنا بمد إيدي الروح القدس قال لي مد إيدك. ما تميزش فلان عن فلان، ما تقولش فلان عمل، فلان أحلى، فلان أكبر، فلان أصغر، لا، أعمل وإنت بتعمل لمين؟ لسيدك. فبي فعلته، فبي فعلته. خليني أقول حاجة ثالثة في العطاء. مرات كتير قوي قوي بنحس ان احنا واحنا بندي لازم ندي كتير، لكن انا لو ما اديتش كتير يبقى انا مش قد كده، بس انا ما عنديش كتير فبعمل
فما بديش هقول تاني. مرات كتير قوي 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 لما ابتدي اقيم روح العطاء قلت طبعا بس انا فين قدام الناس دول، يعني انا فين قدام الناس اللي عندهم امكانيات، انا مش اقدر يعني. فبالتالي انا وانا عايز ادي انا ببص على اللي حواليا بيدوا ازاي، وعشان هم بيدوا عندهم امكانيات يدوا، فانا لان انا ما عنديش امكانيات زيهم فبعمل ايه؟ ما بديش. انا عايز اقول لك انا لو سالتني على عشرات وعشرات وعشرات من قديسين ما كانش عندهم امكانيات بس كانوا بيدوا، صدقوني كانت بيوتهم مفتوحه وكانوا بيدوا بفرح وكانوا بيدوا القليل وربنا قابله قوي ومبسوط بيه قوي قوي قوي. انا مش بتكلم عن ابراهيم لان ابراهيم ادى من وسع على قد امكانياته، الراجل ادى واكتر من امكانياته، بس أنا عايز أقف قدام نقطة من النقط المهمة للعطاء نمرة واحد. وأنا بدي ممكن أستضيف ملائكة وأنا مش عارف، أنا بستضيف دلوقتي، أنا مش بستضيف ملائكة ولا حاجة، أنا بستضيف قديسين فيهم هم مثال وصورة للرب يسوع لكل المجد. أنا وأنا بدي وأنا بدي وأنا بقبل وأنا بستقبل رجال الله، كانوا زمان والدينا يقولوا إن لما يجي خادم الرب جوه البيت كأن المسيح زارنا جوه البيت، بيفرحانين في فرح، في فرح لينا كلنا كعيلة. حاجة تانية انك انت وانت بتدي ما تقيمش في عطائك فلان عن فلان، ده عن ده، الموضوع ده اكتر من الموضوع ده، لكن ادي فرح. ده اللي عمله ابراهيم. ابراهيم ما ميزش ده مين وده مش مين. ابراهيم اكتشف لما في احدى ظهورات الرب يسوع قبل التجسد، هو اكتشف ان ده السيد، اكتشف ان هو الرب، اكتشف من الكلام زي ما تلميذي عمواس اكتشفوا ان ده مين اللي بيتكلم، انفتحت عينيهم شافوا هو مين، عرفوا هو مين. انا اعتقد نفس الحدث حصل مع ابراهيم. فابراهيم ما كانش عنده تمييز، مش عشان هو عارف ان ده الرب ودول اتنين من الملائكه فثلاثه جايين فابراهيم عمل، لا، ابراهيم عمل لانه لا يميز بين مين ومين، هو جوه قلبه روح العطاء، روح السخاء. حاجه الثالثه، لما تدي اوعى تستقل لو امكانياتك لا تسمح. ادي فرح. قعدت افكر في عارفين اكتر حته الرب يسوع يحب يقعد فيها جوه الكنيسه، يلا قلتها فين؟ قدام الخزان. بجد قعد قدامها. تعرفوا ليه؟ لانه زي ما قديسين قالوا لنا زمان، لما الرب بيفتح القلب بيفتح الجيب، وعلى قد ما اختبرت الرب يسوع في حياتي على قد ما انا قلبي يبقى فرحان اعطي، لان المعطي المسرور حب الرب، فانا فرحان. فانا بدي لو اديت فلسين من قلبي الرب فرحان بيهم، لان دي الامكانيات بتاعتي. فانا عايز اشجع ليه الكنائس، انا بقول كلام عمل النهارده فاستحملوني، الكلام ده انا بعته لكل الناس في كل الارض بامان، ليه الكنائس في احتياج؟ ليه عمل الله في احتياج؟ طب المشكله فين؟ تعرفوا المشكله فين؟ مشكله في جيوبنا، مشكله في اتجاه قلوبنا، مشكله مش في الكنيسه. اول ما تعينت في الخدمه في اوريجن، انا قلت الكلام ده قبل كده، انا تعينت على كنيسه كان فيها 60 واحد، اللي هي كنيسه جراشم، ذا فري ميثود تشيرش في جراشم. فانا تعينت على كنيسه امريكان، كنت مساعد القسيس ويسلي في الوقت ده. الكنيسه كان فيها القسيس ويسلي، كان فيها خدم للشباب، كان فيها انا، وكان فيها قائد الورشيب بتاع الكنيسه، وكان عندهم مورجريج بيدفعوه، وهم 60 واحد وكل شهر يكون عندهم اكسترا فايض. طب ليه؟ معي ولا مش معي؟ طب ليه؟ طب هو السر فين يعني؟ هو السر ان انا بدي لان قلبي يحب يدي. انا مش بتكلم على فكرة على ان احنا ندي فلوس، انا بتكلم ادي كل شيء لربنا، ادي له صوتك، ادي له اي وزنة صغيرة ما تحتقرهاش، ادي له بيتك، ادي له اولاد، ادي له كل شيء، ما تحتقرش قيمة العطاء. خليني اقول لكم الفكرة في العطاء، احنا مرات كتير قوي نحب
ندي ونتظاهر ان احنا حاجة كبيرة قوي قوي، وده حلو قوي، ربنا اكرمنا، مبارك اسم. تعرفوا ابراهيم استضاف الثلاثة دول فين؟ لا بجد، على القط السفرة بتاعتهم اللي هو الدايننج روم، عارفين كانت فين؟ كانت تحت شغل. هو ابراهيم عايز يدي بغض النظر فين، هو إبراهيم قلبه يحب العطاء، هو عايز يدي، هو عايز يتبارك، هو عايز يوري روح العطاء، فما هموش فين، قال له تعالوا عضوا تحت الشجرة كله. يعني فاكرين في الـ في الـ في الغيط مش بنقعد تحت الشجرة ونفتح المنديل ونقعد زي العسل؟ الرب قال إيه؟ الرب قال عن العطاء كلام مهم قوي قوي قوي. العطاء اتجاه قلب على فكرة، أكتر منه اتجاه قلب، أكتر منه شهامة وجدعنة أو تظاهر. فاسمعوا اللي قالوا، اللي قالوا الرب. هاخد برضو عدد من متى 10:42. في متى 10:42 اسمعوا، اسمعوا روعة العطاء وقد إيه كمية العطاء. ما تحتقرش اللي عندك. أنا أعرف ناس صدقوني صدقوني كانوا بياخدوا السوشيال سيكوريتي، يعلم ربنا كان السوشيال سيكوريتي بتاعه 540 دولار، كان يتصل بيا كل أول شهر يقول لي تعالى يا ابني أنا ما بعرفش أكتب شيكات، تعالى اكتب لي شيك عشوري لبيت ربنا للكنيسة. حد ما رقد أنه كان جوه قلبه اتجاه العطاء. اسمع اللي قاله الرب، بيقول ومن سقى، عدد 42 في متى 10، ومن سقى أحد هؤلاء الصغار، قولوا معايا إيه؟ كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيعكم. أنا بشجعكم، يعني أنا بتكلم من قلب النهاردة، بقول أنه لما ربنا يغير حياتي يبتدي يزرع جوايا حاجة عملتها ليديا حلوة قوي قوي قوي، عملتها ليديا رايت واي، عملها كل المؤمنين في كل العصور، عملوها أي مؤمن بيتغير، بمجرد ما بتغير بيبان علي حاجة اسمها إن أنا كل ما ليه فهو ربنا، كل بيت ربنا، كل اللي ربنا ادهوني ده بتاعه. فبمجرد ما فتح الرب قلبي ليديا ألزمتنا نروح عندها عشان بيتها اتفتح رايت واي. أول ما الرب غير واحد اسمه زكا، بمجرد ما تغير زكا ربنا علم زكا حاجة اسمها تعبير المشاعر، الامتنان لإله أعطى الكل، كل اللي عندي بتاعه، فمشاعر الامتنان يقول له يا رب كل اللي عندي خلاص، أنا مش عايز حاجة. الكنيسة الأولى بدوب في الكنيسة الأولى، مرة كنت بوعظ وقلت إنه التلاميذ كانوا بيبيعوا الأراضي بتاعتهم والممتلكات والبيوت ويحطوها عند أقدام الرسل. واحد قال لي يا عمي دي واحدة من الاتنين، يا إما هم في خيبة خيبانين بيعملوا كده وبيدوروش على بكرة إيه اللي يحصل بكرة، الحاجة التانية كانوا متوقعين الرب هيجي على طول فهم مش محتاجين. طب وانتوا مش متوقعين الرب هيجي؟ لأنه بتكلم يا اشتقين رب ربي، لا أنا أم سيريس يعني. طب انت مش متوقع الرب قرب يجي؟ الرب يساعد. الرب قال كأس ماء بارد فقط. الزيارة كانت مهمة لأن الرب عايز يتعامل بصورة شخصية معايا. ربنا دلوقتي بيزورني بكلمته، بيزورني بروحه، بيزورني بحضوره، بيزورني وأنا في عرش النعمة وأنا بصلي، فبيكلمني. القعدة معاك بتغير فيا. طب منين؟ عشان بعرف أقعد، مش بس أنا بستقبل من الآخرين، مش باخد سندوتشات في الكنيسة. حاجة تانية إنه الزيارة عبرت عن قلب فيه امتنان لربنا فبيدي. خليني أقول حاجة تالتة، مش بس إنه ربنا ابتدى يعلن أسرار معينة لسارة ويشجعها ويقول لها أنا جاي مخصوص عشانك، مش الرب كمان بيشجع إبراهيم يبتدي يعبر بامتنان وأنا بقول للرب أنا بدي من قلبي أنا فرحان. حاجة التالتة مهمة قوي،
إن كل ما بقرب منه كل ما يزداد إعلان حضور وجوده في حياتي. لما بيجي بزيارة وأنا ابتديت أتعود عليه، الزيارة إن أنا بقعد معاه، الزيارة إن أنا بحكي معاه، الزيارة إن أنا بقرأ كلمته، الزيارة إن أنا وأنا قاعد في الكنيسة أنا مصدق حضوره. فكل ما أقرب منه كل ما يزداد إعلان حضوره في حياتي. حصل مع إبراهيم إزاي؟ إبراهيم استقبل ثلاثة غربة كأنه يستضيف ملائكة، هو مش عارف دول مين، لكن إبراهيم ابتدى يقعد معاهم، ابتدى الحديث يروح ويدي، وابتدى الرب يتكلم يتكلم يتكلم، وهو بيتكلم الرب قال حقيقة خلت إبراهيم راسه تحت ورجليه لفوق. قال له يا إبراهيم أنا همر عليك السنة الجاية وهدي سارة بيبي. هو ده مين ده؟ هو ده مين ده؟ هو ده مين ده اللي بيتكلم على طول؟ لهجة إبراهيم اتغيرت، لهجة إبراهيم اتغيرت مباشرة، فقال له يا سيد، قال له يا رب، قال له قال له قال له أنت جيت، قال له قال له ده أنا فرحان قوي بوجودك، قال له كل ما بيتقرب مني كل ما بيزداد إعلان حضوري في حياتك. ليه انا عايش حياه سطحيه؟ ليه انا مش مدرك وجود ربنا في حياتي؟ ليه انا مش قادر اتلذذ بوجود ربنا معايا؟ ليه انا مش قادر اصدق ان انا برمي الشيل عليه؟ ليه انا مش قادر اصدق واستقبل ان ربنا يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه امر؟ ليه انا مش عارف ادخل واقعد معاه؟ كل ما تزداد القعده كل ما أتلذذ بالرب يعطيك سؤال لقلبك. عشان كده أول ما قعد في آخر الجزء اللي قريته في العدد الأبد الأخير يقول لك الله لما إبراهيم قرب والله موجود، وكل ما بنقرب كل ما نقرب منه بنكتشف حقائق فيه، كل ما بنقرب منه مريم ومرثا اكتشفوا حقائق ما كانوش يعرفوها لما قربوا في وسط الحزن والعينين مليانة دموع، اكتشفوا ان ده القيامة والحياة. كل ما تقرب منه، عشان الكتاب يقول تعبير ما اروعه، يقول لك سر الله لخائفيه. مين خائفيه؟ اللي بيقربوا منه، اللي بيعرفوا يقعدوا معاه. الرب لما إبراهيم قرب منه وابتدى يشوف قد إيه إن الحضرة دي حضرة حقيقية، إن الله بجلاله موجود، فالرب قال له يا إبراهيم مش قادر أخبيها، مش قادر أمنحها عنك. عايز أقول لك النهاردة إن أنا مش قادر يا إبراهيم أخفي عنك اللي أنا أعمله. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ معايا مؤمنين؟ الزيارة دي لأن ربنا عايز يعلن أمور حقيقية وعالية واختبارات أعلى ومعرفة أعمق وأسمى، وأنا قاعد معاه وأنا قاعد معاه. لما الرب قاعد يتكلم مع بطرس في يوحنا 21 ويسترد بطرس، وبطرس جادل مع ربنا شوية، والرب قال له أنا عايزك تعمل حاجة بطرس، وابتدى الرب يقول كلام، فراح روح القدس علق تعليق كده، قال لك ان كان في واحد من التلاميذ اللي رب قال عنه كان دايما يتسند الراس على صدره. تعرفوا لانه كان بيقرب. فاكرين في العليه لما كانوا بيكسروا الخبز مع بعض والرب قال واحد فيكم يسلم، راحوا لمين؟ راحوا ليوحنا. كل ما تقرب كل ما تكتشف حقائق عن شخصه الكريم المبارك. نقول حاجة رابعة. حاجة الأولى مهمة قوي، إنه الزيارة كانت لأنه في إعلان شخصي ربنا عايز يقوله، فالرب بيزورنا زيارة خاصة عشان عايز يقول لنا إعلان شخصي، ريمة شخصية، كلام منه. الزيارة عشان ربنا عايز يعلمني إيه مفهوم العطاء. الزيارة لأن إلهي الكريم المبارك عايزني أقرب منه، عايزني أكتشف فيه حاجات جميلة أنا مش قادر أدوقها وأنا بعيد، وأنا ماشي برا بعيد عنه، وأنا متردد كنايس، وأنا
سميع عظات وأنا صاحب بتوع الترنيم و... لا لا لا، رب عايز يكون قريب مني وأنا قريب منه. لما بقترب منه هو بيقرب، بيكشف نفسه. رب حقيقة مهمة أوي. الله لما بيجي بزيارة بيحول عيني عن المنظور وعن الغير مقبول وعن الغير واقعي، وان اللي فوق تفكير البشري الإنساني، هو عايز يقول لي ان انا لما باجي بزيارة بتحول عينيك بعيد قوي قوي عن اللي انت حطه في 10 نقط حسب الإحصاءات الأمريكية والإحصاءات الطبية والإحصائيات الهندسية والإحصائيات الكنسية، كل الإحصائيات دي. لا لا لا، أنا جاي النهاردة عشان أقول لك حقيقة إني أنا أستطيع كل شيء ولا يعسر علي أمر. لما بيجي بزيارة، لما يجي بزيارة حقيقية، لما بيبغتني بزيارة يقول لي ما تبصش على الواقع، أنا عندي واقع تاني غير الواقع بتاعي. غريبة أوي الزيارة. أول ما الرب تكلم وصارة سمعت الكلام وابتدت صارة تستغرب، وبعدين ابتدى دار حديث غريب أوي أوي. أقرأه لكم، حديث غريب أوي. على فكرة دي مشكلة العصور، دي مشكلتنا كلنا، دي مشكلتنا كلنا. عدد أصحاح 18 ابتدى من عدد 10. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لصارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراء. وكان إبراهيم وسارة، هذه صفتهم، شيخين متقدمين في الأيام. طب وزود عليها شوية كمان كلام طبي بقى، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة. عارفين يعني إيه؟ يعني ما فيش تبويض، ما فيش اوفيوليشن، ما فيش حاجه تخلي ان يكون في حمل، ما تجيش. يعني الموضوع خارج دائره التفكير الانساني. لما يجي الرب بزياره يحول الغير مقبول، الغير طبيعي، اللي غير واقعي، اللي العالم كله يرفضه، عشان يقول انا استطيع كل شيء ولا يعسر علي امر. الكلام ده لينا كلنا. اللي انت شايفه بالمنظر الواقعي ان ده مستحيل، اللي انت شايفه ان ده ما ينفعش، ما يجيش، ما تقدرش تحطه في مقاييس القبول انه ده يتم في حاجة، الرب يقول لك لا، انا زي ما قالها تماما ايوب، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك. الرب لما بيجي بزيارة يقول لك بلاش تبص على الواقع، ما تبصش على اللي انت شايفه. اللي انت شايفه شيء ولا انا اقدر اعمله شيء تاني. اللي انت شايفه في المنطق الانساني ما يجيش، لكن في المنطق الالهي أيستحيل على الرب شيء. حلوة زيارته على فكرة، حلوة زيارته. خليني اقول لك الواقع اللي غيره الرب. الواقع ده فينا كلنا على فكرة. أرى لك رومية 4 قال إيه الرسول بولس بالروح القدس، قال إيه؟ قال كما هو مكتوب، ابتدى من عدد 17. الرب هو بيبتدي يقول الإيكو، الصدى بتاع زيارة ربنا. لما الرب راح زار الزيارة دي، إيه الواقع اللي الرب راح علشانه؟ لما الرب راح خبط على بيوتنا وإحنا عندنا واقع مرير جدا والظروف صعبة جدا ومرض شديد جدا واحتياج شديد جدا ومشكلة كبيرة جدا وخراب كبير جدا وواقع مظلم والدنيا مظلمة ومفيش أي حاجة تقدر تقول عنها إن فيها أمل، الرب جه كان عنده واقع مختلف. اسمعوا اللي قاله الروح القدس، رومية 4 عدد 17. كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي أمن به، الذي يحيي الموتى. شفت الحتة الجاية؟ ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. ده إمتى يتم؟ لما يبقى موجود، لما اديله مجال يبقى موجود، لما اديله فرصة أن يبقى موجود، لما أقول له أنا مشتاق للزيارة، أنا عايزك، وهو
مش جاي في زيارة، هو جاي عشان يسكن. هكمل. فهو على خلاف الرجاء، آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك. على خلاف الرجاء يعني كأنه روح القدس بيقول لك اللي أنت شايفه بعينيك، اللي قدام عينيك، اللي أنت شايف أنه ما يجيش، أنا هخلي عكسه تماما يتم في حياتك. عكسه تماما، أنا هعمل أمور مختلفة تماما. وبعدين يقول إيه؟ وإذا لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده. اكتشف فين ده؟ اكتشفوا فين؟ اكتشفوا في حضوره، اكتشفوا هو موجود في حضوره. لما أنا باجي وأقعد معاه وأبتدي أستقبل كلمته وأستقبل وعوده وأستقبل إعلاناته، مفيش حاجة تقف حاجز وعائق بين أن أنا هعيش المستحيل، لأن إلهي إله المستحيل وبيعمل أكثر جداً فوق توقعات الفكر الإنسان. نفسي أتكلم فيها كتير، لكن خليني بس أقف قدام نقطة أخيرة عشان نقدر نرنم ترنيمة. النقطة الأخيرة حلوة قوي 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 في الزيارة دي. هو ليه الرب جاء؟ هو ليه الرب راح زار إبراهيم؟ الرب راح زار إبراهيم عشان عايز يقول كلام شخصي، إعلان شخصي لسارة. الرب راح لإبراهيم عشان يشوف قلب إبراهيم واستعداد إبراهيم إزاي في روح العطاء. الرب غير حياتي عشان يبين عليا أن أنا مؤمن أعيش العطاء. الرب زار إبراهيم علشان ربنا عايز يعمل حاجة مختلفة تماما تماما في حياة إبراهيم، أنه يخلي إبراهيم يصدق أنه الواقع شيء، المنظور شيء، اللي بيقولوه الناس شيء، واللي الرب يعمله شيء آخر. الرب بيقدر يعمل فوق توقعات وفكر البشر، فكر الإنسان. الرب إله مستحيلات. الرب مش إلهي أن أنا بقيمه. يعني بستغرب قوي قوي ان مرات كتير نعمل اللي عملوه العبيد اللي جم، او الخدام او اي كانوا اللي جم للراجل اللي بنته ماتت، وراحوا له قالوا له يارس انت بتعمل ايه؟ لا تتعب المعلم، بنتك ماتت. مرات وانا بصلي اجي عند نقطه معينه في حياتي وياس واقول مش هتيجي. كلمت ربنا كتير، صليت من اجلها كتير، حطيت الأمر قدام ربنا كتير، والرب اتأخر. هو ده نفس الكلام اللي قالته مرسى، اللي قالته مريم، لو كنت هنا ما كانش مات. الرب عايز يعلن مجده في حياتي بصورة مختلفة، بصورة مختلفة. خليني أقول لك الحقيقة، الاقتراب بالرب، اقترابنا ليه كل ما نقترب كل ما يستعلن حضوره. خلينا أقول لك الحقيقة الأخيرة إنها حلوة قوي 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 قوي. سرة كانت غير إبراهيم تماما. أنا مش عارف الكلام ده هيجي عندك ولا لأ. سرة رأسها ناشفة، وسرة من النوع اللي هو يحب يعمل تجارب. الرب يقول اللي يقوله، بس سرة تحب تجرب. فسرة لما الرب اتأخر، الكلام اللي قاله لإبراهيم اتأخر، فقالت لإبراهيم نشوف بلان بي، يعني مش غلط نعمل بلان تانية، خطة تانية يعني. فاحنا ما عندناش بيبي، نعمل ايه؟ نجيب لنا بيبي يعني، مش شرط من طريق سارة، من طريق هاجر مثلا. فسارة حسب الفكر الإنساني قالت ان انا استخدم طرق مختلفة عشان اقدر اوصل للنتيجة اللي نقول ربنا thank you so much، انت اديتنا اسماعيل ومال علينا البيت وهجر نمشيها والدنيا دي. سارة مقياسيا في مقاييس الإيمان، سارة غير إبراهيم. وأنا بقول الصدق في المسيح، أنا كان عندي حيرة شوية لحد ما الروح القدس كشفها لي في يوم من الأيام. لما إبراهيم خرج من أرضه من عشرته ومشي، الرب كلم إبراهيم. هل سارة كانت مع إبراهيم 100% في الخط؟ يمكن ويمكن لأ. طب هل سارة لما إبراهيم انحدر وراح مصر كانت إيمانها أعلى من إبراهيم، ولا هم الاثنين كانوا الدنيا بلخبطها معاهم أصلا يعني؟
طب هل سارة كان عندها مستوى إيماني معين الكتاب يقدر يقول إن سارة كان عندها إيمان؟ أنا أعتقد الزيارة دي غيرت مفهوم أعلان الروح القدس في عبرانيين 11-11. هاتي لنا هذا عبرانيين 11-11. ابتدى ربنا بالزيارة دي يحول الإيمان الضعيف، الإيمان المحاور، الإيمان المضطرب، الإيمان اللي مش قادر يصدق، الإيمان اللي مش عارف يستوعب، الإيمان اللي مبني على تجارب إنسانية وأفكار إنسانية، ربنا غيره، غيره تماما. فالروح القدس ابتدى يقول الكلام ده أهو، جات أهي، أهي جت بالإيمان. سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد. إمتى وعد؟ رد، إمتى وعد؟ في الزيارة، في الزيارة، في الزيارة قال لها الكلام مش كلام إبراهيم، الكلام مش كلامك أنت، الكلام مش من هاجر، الكلام مش من الأفكار الإنسانية، الكلام لأن الذي وعد صادق. عشان كده أول مرة أكتشف أنه سارة دخلت دائرة الأبطال اللي عاشوا بالإيمان. بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء ناس. اقرأ رومية 4 واقرأ الكلام اللي قالته سارة في تكوين 18، كلام صعب لكن هي خدت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. مصدق ربنا؟ مصدقوا؟ مصدقوا أنه عايز يصنع منك بطل من أبطال الإيمان؟ حتى لو إيمانك يعني صعب، مش قادر تستوعب، مش قادر تصدق، مش معتبر أنه ده فوق الواقع، فيش حاجة فوق الواقع، لأن إلهي عنده واقع تاني. حبيت بس أشجعك، وحبيت أشجعك وبشجع نفسي، صدقوني إنه إلهي الجميل الحلو ده، إلهي الحلو ده لما بيجي بزيارة في كلمته، بزيارة بإعلان من روحه، بزيارة وأنا قاعد أستقبل كلامه حتى جوه الكنيسة، أو أنا بسمع شريط وأنا ماشي، أو ترنيمة، والرب يهمس في قلبي بهمسات خاصة، فأنا بقول له يا رب أنا بشكرك لأنك جاي تقول لي إعلان، جاي تقول لي أن أنا عايز أعلمك حاجة جديدة في رد فعل. أنا بقيت بتاعك فأنت بتاعي، أنا امتلكتك فأنت بقيت ملكي، أنا اديتك فاللي عندك بتاعي، فأنا عايز أعلمك مفهوم جديد، أنا عايز أعلمك أنه كل ما تقرب مني كل ما أعلن ليك نفسي. مؤمنين عايشين على الفتاة، يعلم ربنا، عايشين في جيل دلوقتي يعلم ربنا، لو قلت سفري حج فين يقول لك هو ايه ده بالظبط. صدقوني ياما ايات بتتقال ايات قرانيه، صدقوني يعلم ربنا. تعرفوا ليه؟ مش عارفين نقرب، كل ما نقرب سر الله خافي ابتدي يعلم، درش يخبي. ولما تصدقوا الواقع مش هو مسار حياتك، لكن الغير واقع هو مسار حياتك، لأنه الغير واقعي هو اللي مسكه، لأنه حامل كل الأشياء بكلمة قدرة. كل حاجة صعبة والصعبة معاه بيسهلها، بيقرب منك عشان يزرع فيك بذرة الإيمان. تصدقوا بالإيمان سارة دي جت منين؟ دي جت من هنا، دي جت من الزيارة، دي جت من الوعد، دي جت من الصادق الأمين اللي قال لأنها حسبت الذي وعد صادقا فبالإيمان سارة. الكلام ده مش عن سارة ولا عن إبراهيم، الكلام ده عني وعنك، الكلام ده خده بجانب تطبيقي في حياتك. ربنا عايز يقول لك حاجة مختلفة النهاردة.
توقع زيارته بكلمته، توقع زيارته بهمسات روحه، توقع زيارته انت قاعد معايا. تعرف ربنا يحب ياكل معانا، تعرفوا كده؟ تعرفوا كده بجد؟ يحب قوي قوي قوي. رؤيه 23، انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد فاعمل ايه؟ ادخل اتعشى معه. هو ده اللي حصل مع ابراهيم، قعد يتعشى معاه وياكل معاه. ربنا يحب يشبع بينا واحنا نشبع بيه. امين. مصدقين؟ لا بجد مصدقين؟ ده ليا وليكوا الكلام ده. الزياره توقع روعه وجمال زياره ربنا يسوع المسيح في كلمته بروحه. تعالي نقف دي كده، هنصلي. تعالي يا جون، هنقف دي بس نصلي مع بعض. طب نصلي مع بعض. ربنا النهاردة عايز يقول لك حاجة مختلفة تماما تماما عن اللي انت كنت حاسبه قبل ما تيجي. قبل ما تيجي العملية زي ما هي، القصة زي ما هي، الحالة كما هي، فيش حاجة بتتغير. عمالة تصلي وفيش حاجة بتتغير، عمالة تكلمه وفيش حاجة بتتغير، مرة تخبط على بابه كأنه الدنيا مقفولة. رب النهاردة جاي بزيارة خاصة، ولك أغير توقعاتك تماما، أغير كل صورة قدامك شايفها حسب منطق الناس، حسب منطق الإحصائيات، حسب منطق الفكر العالمي، حسب منطق الجسد وضعف الجسد. أنا جاي أقول لك النهاردة إن في واقعتين، واقعتين في الزيارة. وبارك اسمك يا رب. مبارك اسمك. أنا لي في العمر سواك، غيرك أنت يا ضامن أيامي، رفيق وحبيب وأغلى نصيب، بتداوي جراحي وألامي. أنا ليا مين في العمر سواك، غيرك أنت ضامن أيامي، رفيق وحبيب وأغلى نصيب، بتداوي جراحي وألامي. أنت ربي I'm not afraid to.
يا رب نباركك نشكرك يا رب. اللي انت بتعمله معانا خلينا نبوس رجليك, اللي بتعمله معانا خلينا نقعد طول وجودنا في الارض وطول وجودنا في الابديه نسجد عند اقدامك يا رب. كل مره بيعلن مجدك وحضورك تكشف لينا ما في قلبك يا رب. الروح القدس بيجي باعلانات, بيجيب من عند الاب, بيذكرنا بصنيع الابن معانا. عايزين نقرب منك اكتر يا رب. كل ما نقرب بتعلن لينا مجدك. الكلام اللي انت قلته يا رب مش مجرد كلام عن ابراهيم وسارة, لكن ده كلام شخصي, ريمة خاصة ليا وريمة خاصة لكل واحد وواحدة من اخواتي يا رب. عشان كده انا بصلي كبر ايماننا, زود ايماننا, ثبت ايماننا, قربنا منك عشان نقدر نعلنها أننا نحسب الذي وعد هو صادق يا رب. وإحنا بنقرب بعطيانا بعشورنا بركة لولادك يا رب, لأن المعطي المسرور يحب الرب. اسمك المبارك ولك كل المجد, أمين. يلا اختم معانا يا جماعة. أنت وعدت أنك تديني واقع تاني, وعد يديني, وعد يديني, أمين. لا لا لا, وعد يدينا واقع تاني. الناس قالوا لي
يمكن يحصل يمكن، لكني مصدق في صوت مالي كياني، صوت واضح أقوى من أي واقع. أمين. انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت تملى يومي بالاغاني، انت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت تملى يومي بالاغاني، انت وعدت انك هتفرح. وانا مستنيك، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعالي، الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعالي، لكني لكني سامع صوت في قلبي مالك يا صوت، صوت واضح أقوى من أي وقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي مالك يا صوت واضح أقوى من أي وقع تاني، هو اللي بيتعل غير محظور كأنه عالي، هو اللي بيتعل غير محظور وكأنه أمامي، هغلب ضعفي ومرض الخوف بإيماني، وهصدق بالمجد اللي جاي ومش هداني، أنا هغلب ضعفي ومرض الخوف بإيماني، وهصدق بالمجد اللي جاي ومش هداني، أيوة هشهد عنه يا رب بباركك يا رب، بشكرك من كل القلب يا رب، وانت بتطمن قلوبنا، انت طمنت قلب مريان دلوقتي يا رب، هتديها وقت مبارك بكرة، هتدينا بيبي مبارك من ايدك، وهتديها حماية على جسدها يا رب. يا رب اللي بنقوله مش مجرد اشعار، واللي بنقوله مش مجرد نظريات، احنا بنتعامل مع اله صادق امين، لأن حسبت الذي وعد أنه صادق. أشكرك لأجل إيدك الموجودة بالبركة يا رب على بنتك، كلنا بنصلي من أجلها، كلنا مصدقين أنك هتقيمها في ملء البركة، وقديه فرحانين لوجود بنتك وابنك والولاد جزء من الكنيسة يا رب. بركة ليهم، بركة ليهم، بركة لحياتهم، بركة لبيتهم يا رب. ما أطلبه من أجلها بطلبه من أجل كل المرضى، كل اللي طلبنا وسألنا من أجلهم يا رب. باسمك المعبود بصلي، بشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وإحنا بندعوك معا بلغة الشكر، ونقول لك يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير، لكن الملك والقوة والمجد إلى الأبد. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة عطية الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن إلى أبد الأبدين. شعب رب المبارك يقول أمين.